ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنكمل ان شاء الله باقي المحاضرات بتاعه مراجعه الترمينولوجي. اتكلمنا في اول 4 محاضرات على الجزء الخاص بالانترودكشن. هنبدا نتكلم بقى من اول محاضره دي لحد اخر محاضره بالمحاضرات الخاصه بكل سيستم من السيستمز بتاعه الجسم، والكلام هيبقى يعني احسن لحد ما ان شاء الله. فتعالى كده نتكلم في المحاضره بتاعتنا ديت على الجهاز الهضمي، اللي هو بنقول عليه حاجه هنا اسمها جاستر انترولوجي. فانت لو قريت الكلمة كده او شفتها الوهلة الاولى هتلاقي فيها حروف كتير خالص وهتلاقي شكلها صعب. فانا اتفقت معاك على حاجة، الترمينولوجي قايم على مبدأ اللي انت تبدأ تجزأ الكلمة على حسب الحاجات اللي انت درستها. يعني ايه؟ يعني انت مثلا درست ان كان في حاجة اسمها جاسترو لوحدها، خلاص يبقى كلمة جاسترو دي انا عارف ان لوحدها كده، فكان كان معناها ايه؟ خدناها اول حصة كان معناها ستومك، يبقى كلمة جاسترو دي معناها ستومك. كلمة انتر او انترو، فاكرين كنا بناخد من كلمة انترو في الاول دي كان معناها ايه؟ قلنا معناها انتستن. لما قلت لك نفس البدايه ادي انت وادي انت، يبقى كلمه جاسترو معناها الاستومك او المعده، وانتر معناها ايه؟ معناها الانتستن. واتفقنا برضو ان كلمه اولوجي كان معناها ساينس، حتى ترمينولوجي علم المصطلحات، باثولوجي علم الامراض، اونكولوجي علم الاورام، وهكذا. وبالتالي الكلمه انا جزأتها لقيت الموضوع سهل خالص، هو بس ملزق الثلاثه في بعض. يبقى كلمه جاسترو اللي هو الاستومك، انتر اللي هو الانتستن، واولوجي اللي هو ساينس او ذا ستادي اوف. فلما تجيبها مع بعض يبقى العلم اللي بيدرس المعده واللي بيدرس كمان الامعاء، طالما المعده والامعاء من مكونات الجهاز الهضمي يبقى المقصود بالكلمه كلها ايه؟ الجهاز الهضمي بمكوناته كلها، بقى المريء الاسوفجس والكلام زي ما هنعرف دلوقتي ان شاء الله. الاجزاء اللي موجوده ضمن الجهاز الهضمي، اول حاجه عندنا الطنك. الكلام ده كله خدناه في اول حصه، عشان كده قلت لك هتلاقي الموضوع في كل سيستم هتلاقي الموضوع اسهل شويه. الطنك كنا بنقول ليها كلمتين، كلمه اسمها جلوسو وكلمه ثانيه اسمها لينجو. كنا بنقول جلوسو وكنا بنقول لينجو، زي ما هفكرك لما كنا بنقول مثلا سب لينجوال، لما قلنا لك ساعتها معناها تحت اللسان، فاكرين الكلام ده؟ لما قلنا مثلا سب لينجوال ميديكيشن، يعني حاجه بتتاخد تحت اللسان، فيبقى معناها سب لينجوال. هنقسمها برضو، اتفقنا ان كلمه سب كان معناها تحت، وكلمه لينجو ليها علاقه بالتانج، ولينجوال يبقى دي اللي هي بيرتيننج تو ذا تانج. يعني يبقى عندنا سب لينجوال او هايبوجلوسال. كلمه هايبو خدناها من ضمن البرفكس برضو، قلنا كلمه هايبو بيبقى معناها اقل او بيبقى معناها تحت، وعندك كلمة جلوسال اللي هي جاية من جلوسو، يبقى هايبوجلوسال معناها تحت اللسان، يبقى سب لينجوال او هايبوجلوسال الاثنين بيساووا بعض، والاثنين معناهم ايه؟ اندر ذا تانج او تحت اللسان. طيب لما اقول لك عندك حاجة اسمها جلوسايتس، هنبدا نجزأها. جلوس لوحدها دي معناها التانج، وايتس دي معناها ايه؟ معناها انفلاميشن. يبقى جلوسايتس معناها ايه؟ معناها انفلاميشن اوف ذا تانج، اللي هو يعتبر ايه؟ التهاب في اللسان. طب لما اقول لك عندك حاجة اسمها جلوس اكتومي، المفروض كلمة اكتومي دي هتعدي عليها كتير قوي ان شاء الله قدام، ويعني هبدأ يعني اميز لك ما بينها هي وحاجات تانية، حاجة اسمها اوتومي وحاجة اسمها اوستومي. لكن يعني اعرف معايا دلوقتي بس ان كلمة اكتومي دي، اكتومي زي ما انا كتبها كده، دي معناها استئصال، معناها اللي انا بشيل الحاجة دي خالص، معناها اللي انا بعمل لها حاجة اسمها اكسيجن. مهمة قوي كلمة اكسيجن دي عشان بتيجي في امتحان كتير، او بعمل لها حاجة اسمها سيرجيكال ريموفال اللي هو ازالة جراحية خالص. فلما يقول لك كلمة اكسجن او لما يقول لك كلمة سيرجيكال ريموفال على طول تلقائها هتختار كلمة ايه؟ اكتومي. يبقى عندك جلوسكتومي معناها اكسجن اوف ذا مين تانج، يبقى اللسان، يبقى عندنا دي معناها استئصال اللسان. طب لما يقول لك كلمة لينجوال، دي مجرد بس الصفة بتاعت كلمة لينجو اللي هو بيقول لك يعني حاجة بيرتيننج تو ذا تانج او حاجة متعلقة باللسان. ده بالنسبة لأول حاجة اللي هي التانج. تاني حاجة عندنا الماوس اللي هو الفم. اتفقنا في اول محاضره برضو ان كان ليه كلمه اللي هي اسمها توميتو، فاكرين لما قلت لك توميتو اللي هي طماطم وحط لها اس في الاول؟ ايوه دي اول محاضره خدناها. او بيقول لك اللي هو الاورال كافيتي، فعندك مثلا بيقول لك عندك حاجه اسمها اورال اكزام، ده امتحان شفوي، بيقول لك يعني كلمه اورال ليها علاقه بالفم، لان شفوي يبقى انت بتتكلم ببقك يعني. عندك بير اورال دراج، دواء بيؤخذ عن طريق الفم. طيب عندك حاجه اسمها ستوماتايتس، اتفقنا بقى ايتس معناه ايه؟ معناها انفلاميشن، وكلمه ستوميت او كلمه ستومو معناها ايه؟ معناها الماوس. يبقى عندك كلمه ستوماتايتس ديت معناها انفلاميشن اوف ذا ماوس او التهاب في الفم، زي ما انت شايف كده بيبقى زي قرحه كده، فكلمه قرحه دي بنقول عليها ألسر، وبانها موجوده في الماوس فبنقول عليها ماوس ألسر او قرحه. فين؟ قرحه في الفم. طيب بعد كده اتكلمنا على حاجه اسمها اللبس، اللبس اللي هي الشفايف، او بنقول عليها كلمه اسمها تشيلو. فلما يقول لك حاجه اسمها تشيلايتس، ايتس دي معناها انفلاميشن، وكلمه تشيل اللي في الاول دي معناها ايه؟ معناها لبس. يبقى انفلاميشن اوف ذا مين اوف ذا لبس او في الشفايف. عندنا بعد كده برده حاجه خدناها في اول محاضره اللي هي كلمه جامز. جامز دي اللي هي اللسان، كنا بنسميها كلمه جينجفا او جينجف، والاثنين صح عادي لان ده كومبايننج فول. فما يقول لك جينجيفايتس، ايتس معناها انفلاميشن، نفس الكلام بقى في كله بيتكرر. جينجيف دي معناها ايه؟ معناها الجمز او اللسه، دي بتبقى السنان اللي هي التيس او الدنتو، هي اللي تحتها ديت بتبقى عباره عن اللسه، هي دي الجينجيفا او الجمز. طب بعد كده قلنا السنان اهي اللي هي التيس، او قلنا عليها كلمه دنتو، يقول لك مثلا دنتست،
تفاعل معاك است في الاول، دي في اول محاضره كان معناها اخصائي او سبيشالست، فهنا دنتست بقى معناها اخصائي الاسنان اللي هو دكتور اسنان. عندك حاجه بالانجليزي دنتال كاريز اللي هي تسوس الايه الاسنان. عندنا حاجه اسمها اسوفجس، اسوفجس دوت اللي هو المريء، دوت من ضمن الحاجات اللي بيعدي عليها الاكل عشان يحصل له بلع، يحصل له عمليه الفيجيا ويبدا ينزل لتحت. فهي بتتكون من جزئين، الجزء الاول اسمه ايسو والجزء الثاني اسمه فيجس او فيجو. اتفقنا مع بعض كلمه فاجيا، فاكرين الكلمه دي؟ فاكرين ديسفاجيا كان معناها ايه؟ كنت بقول لك عندك حاجه اسمها ديسفاجيا وحاجه اسمها ديسبيبسيا ومش عارف ديسيوريا وحاسبينيا. قلت لك مهم قوي تفرق ما بين ديسفاجيا وديسبيبسيا. قلت لك فاجيا معناها بلع، يبقى الاكل هو لسه بيدخل وخلاص عدى الماوس او البق ودخل بعد كده المريء، انما ديسبيبسيا هو وصل للمعده، وبالتالي عندنا الفاجيا ديت ليها علاقه بالبلع. فلما اقول لك ديسفاجيا يبقى دي معناها ديفيكولتي في عمليه السوالوينج. مهم قوي كلمه سوالوينج مش سويلنج، لان قلت لك سويلنج معناها انتفاخ، معناها قديمه في المحاضره الرابعه. يبقى هنا ديسفاجيا معناها صعوبه في البلع، وبالتالي البلع دوت انا ببلع الحاجه ببدا ادخلها من الماوس كافيتي، ببدا ادخلها بعد كده تعدي على الاسوفجاس او تعدي على المريء. المريء دوت اللي بيبقى فوق المعده، يعني لو بصينا كده للصور اللي فوق اهو، ببدا اكل حاجه ده كده، ده كله اللي متلون بالاحمر ده المريء، وبعد كده بننزل للمعده. فاثناء ما الحاجه بتنزل هي كده بيحصل لها عمليه فاجيا او بلع. فانا بقول لك ايسو فيجاس، ايسو معناها توورد، وفيجاس او فيجو معناها بلع، يبقى توورد سوالونج يعني في اتجاه البلع. انما بعد كده هنا كلمه بيبسي ليها علاقه بايه؟ بالاستومك. فلما اقول لك هنا ان عندك كلمه ايسوفيجاس، يبقى كلمه ايسو معناها توورد، وفيجاس او فيجو دي معناها سوالو. ولما اقول لك كلمه اسوفيجيال ديت الصفه بتاعت كلمه اسوفيجو، فدي معناها بيرتيننج تو اسوفاجس. اقول لك مثلا اسوفيجيال السر، يبقى اسوفيجيال سويلنج، انتفاخ في الاسوفاجس او ايا كان. عندنا بعد كده استومك بقى زهقنا من كتر ما قلناها اللي هي كلمه جاستو، فبقول لك كلمه جاسترايتس. ايتس يبقى معناها ايه؟ انفلاميشن، وجاسترو يبقى معناها استومك، يبقى دي معناها انفلاميشن اوف استومك. طب اقول لك جاستريكتومي، اتفقت مع الجاستر يبقى استومك. اكتومي كان معناها ايه؟ سيرجيكال ريموفال، او قلنا من شويه كلمه كان اسمها اكسجن لو فاكر. ابدا اكتبها معايا لحد ما في فيديوهات المراجعه هتلاقيني كاتبها لك، اللي هي مراجعه على المنهج كله يعني. اوف ابارت اوف هول ستومك يعني استئصال المعده او جزء منها. طب بعد كده عندنا الانتستين. الانتستين او الامعاء عباره عن جزئين، الجزء اللي في النص ده اسمه الامعاء الدقيقه او السمول انتستين، الامعاء الصغيره في الحجم، والكبيره اللي حواليها دي اسمها الامعاء الغليظه او اسمها بالعربي القولون او بالانجليزي برضه. فاحنا كنا متفقين مع بعض ان كلمه انتستين بنقول عليها كلمه انتيرو. طيب انا ساعتها يعني قلتها لك في شرح بس ما قلتهاش في المراجعه لان كنت سايبها المحاضره دي، ان يعني كلمه انتيرو دي مش بنقولها على الانتستين ككل، لا دي بنقولها فقط على السمول انتستين. فلما اقول لك كلمه انتيرو دي المقصود بيها مين؟ تقول لي مقصود بيها السمول انتستين او الامعاء الدقيقه اللي هي في النص هنا. ليه ما قلتش الكبيره؟ لان الكبيره زي ما قلت لك بنقول عليها كلمه القولون او القولون، تمام؟ يبقى السمول انتستين هي كلمه انتيرو ديت اللي هي الانتستين. فلما اقول لك انتريك دي الصفه بتاعت كلمه انتيرو، يبقى بيرتيننج تو ذا انتست، يبقى حاجه متعلقه بالامعاء. لما اقول لك انترايتس، ايتس معناها ايه؟ انفلاميشن. وانتر يبقى معناها ايه بقى؟ اتفقنا معناها انتستن او سمول انتستن. سمول انتستن دي مش مهم قوي دلوقتي، ولكن هناخدها ان شاء الله في سنه ثانيه في الجي اي تي. هنعرف سمول انتستن دي بتتكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاول اسمه ديودينم، اهو اللي بالاحمر ده اللي هو الاثنى عشر، فبنقول عليه بالترمينولوجي ديودينو. والتاني اسمه جيوجينم، فبنقول عليه جيوجينو. والتالت اسمه ايليوم، فبنقول عليه ايليو. يبقى ديودينم جيوجينم ايليوم، ديودينو جيوجينو ايليوم. طيب مش مهم قوي الكلام ده بصراحه، لان تفاصيله في سنه ثانيه ان شاء الله. الامعاء الغليظه بقى اللي هي الجزء اللي بيحوط الامعاء الدقيقه دي بنسميه اللارج انتستين او بنسميه الكولون اللي هي القولون، او عندنا في الترمينولوجي بنقول عليه كلمه كولو. لما يقول لك كلمه كوليك او يقول لك كلمه كولونيك، يبقى دي الصفه بتاعتها، يبقى بيرتيننج تو ذا كولون، يبقى حاجه بتتعلق بالقولون. طب لما يقول لك حاجه اسمها كولوستومي، اهي دي بقى اللي قلت لك عليها. قلت لك لو قال لك كلمه اكتومي، اكتومي دي معناها ان هو شال الاورجن ده، عمل له اكسجن، عمل له سيرجيكال ريموفال، كان اسمها ايه؟ اكتومي، اهي الكلمه اللي فوق دي كده. انما هنا هو كاتب لك اوستومي، وهنفرق ما بينهم كتير قوي قدام ان شاء الله. فكلمه كول اللي هي القولون الامعاء الغليظه. طب كلمه اوستومي دي معناها ايه؟ كلمه اوستومي دي معناها عمل فتحه. اقول لك الامعاء الغليظه دي بتتكون من اربع اجزاء، اللي فوق ده اسمه اسندنج كولون، ده ترانسفيرز، ودوت مش عارف ديسندنج، وده كده اسمه سيجمويد كولون، وبعد كده الريكتم او المستقيم. هنفترض ان الجزء هنا اللي هو السيجمويد اللي عند رقم اربعه ده في مشكله، في كانسر ولا حاجه، فحصل فيه استئصال، اتفتحت هنا، وبالتالي فتحه الشرج موجوده هنا اللي هي الانس او الانال كنال، وبالتالي ما بقاش الجزء ده متوصل بفتحه الشرج. طب الراجل ده هيطلع الفضلات بتاعته او الفيس او الستول ازاي؟ بيروح عاملين فتحه كده من البطن بتاعته بتبدا تطلع الفضلات، فهي الفتحه اللي عملوها دي بنسموها اوستومي، ولانها في القولون فسموها كولوستومي.
بيبقى فعلنا كده نسبيا معناه ايه؟ يبقى كلمة كلوزد معناها اللي انا عملت نيو اوبننج انتو ذا كولون، يبقى عملت فتحة في مين؟ في القولون. طيب هياخد الجزء رقم 4 ده اللي قلت لك اسمه السيجمويد كولون ويبدأ يتكلم عليه، بيسموه بالترمينولوجي سيجمويدو، وسيجمويد دي هنعرف ان هي بتبقى شبه حرف الاس، هي بتبقى شبه حرف الاس المقلوب شوية كده. انا لما اقول لك سيجمويد سكوب، اتفقنا كلمه سكوب معناها جهاز انا بستخدمه، انسترومنت بستخدمه عشان فيو اند اكزامين، عشان افحص وابدا اشوف الحاجه اللي قدامي، يبقى جهاز بستخدمه لفحص السيجمويد كون اهو، يبقى ان انسترومنت از يوزد تو اكزامين زي سيجمويد كون، بيبدا يدخل من فتحه الشرج وبيبدا يدخل كده، بيبقى الجهاز بيبقى فليكسبل، الدكتور بيتحكم فيه من بره، ويبقى فيه زي شاشه كده للدكتور بره وكانه ماسك بتاع زي الدراع كده، بيبدا يحرك الجهاز دوت يمين شمال بحيث يشوف هل في كانسر، هل في اي حاجه، هل في ورم ولا اي حاجه في المكان ده. طيب بعد كده الجزء اللي بعد الامعاء الغليظه اسمه الريكتم او اسمه المستقيم، ريكتم ده بالانجليزي، طب بنسميه ايه بالترمينولوجي؟ بنسميه ريكتو. فيقول لك ريكتال، يبقى دي حاجه ليها علاقه بالريكتم، يبقى حاجه متعلقه بالمستقيم. طب بيقول لك حاجه اسمها ريكتو سيل، كلمه سيل دي معناها هرنيشن، معناها بروز، يبقى على الفتاء او البروز. يعني ايه الكلمه ديت؟ عندك دوت كده الريكتم او المستقيم، لو انت لاحظت في حته هي اللي السهم نازل عليها دي كده، بيبقى نازل لتحت كده، ده مش طبيعي. الطبيعي بتاع المستقيم او الريكتم يبقى عامل شبه ما انا جاي بالماوس كده، جاي كده ونازل لتحت على طول، مفيش النازله دي. طب النازله دي يعني هتضرني في ايه؟ ان الوات او الاستول لما بيجي يتكون المفروض ينزل هنا من فتحه الشرج، هتلاقي بدا يتجمع في الحته دي. طب ماشي، هيبدا يتجمع وينزل تاني؟ لا، ما هو قاعد هنا، لان مش هيعرف ينزل هنا، مش هينزل هنا غير الحاجات اللي نازله بس من فوق، ويبدا الفضلات تتجمع هنا تتجمع هنا، والفضلات دي اصلا كلها بكتيريا وكلها ميكروبات، هتسبب لك امراض كتير. فبيقول لك ان الريكتو سيل دي ده عباره عن مرض مش حاجه طبيعيه، بيسموها بروز في المستقيم. طيب بعد كده عندك حاجه بقى اسمها الانس والريكتم، الانس اللي هي فتحه الشرج والريكتم اللي هو المستقيم اللي احنا لسه قايلينه، الاثنين مع بعض بيقولوا عليه بروكتو. فيقول لك كلمه بروكتو دي معناها الانس والريكتم الاثنين مع بعض. فيقول لك بروكتولوجي، خلاص اتفقنا اولوجي معناها علم، طيب بروكتو اهي الانس والريكتم، يبقى بروكتولوجي هو العلم اللي بيدرس مين ومين؟ الانس اللي هي فتحه الشرج والريكتم اللي هو المستقيم، يبقى ستادينج ذا ديزيز، دراسه الامراض المتعلقه بالانس اللي هي فتحه الشرج والريكتم اللي هو المستقيم، اهو يبقى ده عباره عن حاجه اسمها بروكتولوجي. طب بروكتوسكوب، اتفقنا بقى سكوب معناه ايه؟ جهاز او منظار، وبروكتو عباره عن ايه؟ عباره عن فتحه الشرج وعباره عن المستقيم، يبقى دوت عباره عن جهاز بستخدمه علشان اصور المستقيم وفتحه الشرج. يبقى ديفايس يوز تو فيجواليز ذا مين اند مين، ذا ريكتم اند ذا ايه؟ الكنال. ده كده بالنسبه للجزء الخاص بمين؟ بالجي اي تي. يعني اتمنى الموضوع يبقى سهل شويه، وربنا معاكم يا رب وبالتوفيق.